أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي تحت عنوان العراق أكبر من التحديات. نشرت بعض وسائل الإعلام العراقية قبل أيام مقالا حمل توقيع مصطفى الكاظمي وتحته عنوان رئيس مجلس الوزراء. وفي السياسة والإعلام عندما ينشر مثل هذا المقال وبهذا العنوان يفهم منه أنه خطاب رسمي، العنوان يدل على ماذا يراد وبالتالي فهو خطاب رسمي. إذن مصطفى الكاظمي وجه للشعب العراقي خطابا رسميا تحت عنوان العراق أكبر من التحديات، وفعلا هو العراق أكبر من التحديات، لكن ماذا يريد أن يقول الكاظمي؟ الحقيقة يعني ليس المهم من يشككون، يعني من يقولون البعض يشكك بقدرة مصطفى الكاظمي على كتابة مثل هذا المقال، هذا الخطاب، هذا ليس مهما بالنسبة لنا، لكن المهم ما جاء فيه وتبناه الكاظمي بالتوقيع عليه. في البداية أوضح الكاظمي أن الغاية من المقال هو وضع الشعب العراقي وقواه الوطنية كما قال، هو قال في المقال هكذا، والشباب المطالب بحقوقه أمام حقيقة ما يواجه من التحديات. طيب، وعند هذا نفهم أن والشعب العراقي يفهم أن هذا الخطاب أو هذا المقال هو محاولة للمكاشفة، محاولة يعني مبادرة لمكاشفة الشعب بما حصل ويحصل الآن، وهذه مبادرة يعني لابد من الانتباه إليها إذا كانت كذلك، خاصة وأنه في بداية هذا المقال في بداية هذا الخطاب قال إنها تركة ثقيلة وأن هناك أزمة شاملة تدخل في نسيج الدولة ومؤسساتها، وأن ذلك قد انعكس على سيادة العراق واستقلاله والوضع الاقتصادي المتردي جدا الذي له تأثيرات على الأمن الغذائي للبلاد، وأن البلد لم ينهض بالصناعة ولا بالزراعة ولا بباقي القطاعات، ولم ينوع وارداته ويوسع استثماراته، ولم يؤهل البنى التحتية المتآكلة، فضلا عن إشارته الواضحة إلى أن هناك تدوير لما سماه هو في المقال أزمة الفساد الإداري والمالي، وأن هناك تضخم وظيفي واستنزاف للموارد وبطالة مقنعة. إذن هو يشخص الحالة ويعرف هذه الحالة، وهذا التشخيص والمعرفة ليست جديدة على العراقيين، العراقيين يعرفون هذا الحال منذ 17 سنة، لذلك خرجوا بتظاهرات وقاموا باعتصامات ضد هذا الوضع، يعرفونه، يعرفون هذا التوصيف، وهذا التوصيف ليس خافيا عنهم، وما يهمهم ليس هذا التوصيف، لكن ما يهمهم هو الإجابة على أسئلة كثيرة تتعلق بمن هو المسؤول، وكيف يمكن أن نقدم هذا المسؤول إلى القضاء، وكيف يمكن أن نسترجع كل ما فقدناه في جيوب هؤلاء وفي ألاعيبهم وسياساتهم. هذا المهم. فبالتالي أنت تكاشف الناس في من هو المسؤول، من يتحمل المسؤولية، هذا المهم، وليس المهم أن نصف الحالة. يعني الدكتور عندما يأتيه المريض يشخص الحالة ويصف الدواء، نحن نحتاج إلى وصف الدواء وليس تشخيص الحالة فقط. المريض ربما يعرف ماذا يعاني، والشعب العراقي يعرف بماذا يعاني بلده وماذا يعاني الشعب كله. يعني لابد أن يقول للشعب لماذا، مثلا مثل ما قال أنه أنا استلمت الحكومة ووجدت أن الخزينة خاوية، لابد أن يقول للشعب من هو المسؤول عن أن تكون الخزينة خاوية وكل هذه الأموال إذا كانت هذه الأموال لم تصرف على الشعب العراقي، ونسبة الفقر الآن في العراق وصلت إلى 40% باعتراف غالبية المسؤولين في العملية السياسية باعتراف وزارة التخطيط، وأن أكثر من 10 إلى 12 مليون عراقي يأكلون من المزابل تحت مستوى خط الفقر مع الأسف، وأن هناك بطالة وصلت إلى 10 ملايين عراقي عاطلين عن العمل، وأن هناك 2 مليون نازح ما زالوا في المخيمات يعانون الأمرين، رغم أن يعني 4 أو 5 سنوات مرت على ما يسمونه عمليات التحرير. لماذا أهل العراق الآن هم في أعلى قوائم المطالبين بالهجرة، حتى وصل أعداد المهاجرين من العراق من العراقيين أكثر من ملايين عراقي الآن في كل بقاع الأرض موجودين؟ لماذا كل هذا إذا كان بلدهم بكل هذه الخيرات؟
الشعب العراقي يريد أن يعرف لماذا صار العراق على هذا الحال المزري سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والذي يعبر عنه مقال مصطفى الكاظمي بالقول. سأقرأ لكم يعني مقطعا مهما في هذه القضية، لأنه فيه التشخيص وفيه إدانة لهذه العملية السياسية ولمن يأتي فيها ولمن يحكم العراق. يقول: إننا نجد أنفسنا بعد 17 عاما في وضع لا نحسد عليه. سيادتنا استمرت منقوصة أو منتهكة أو معرضة للشكوك. أرض بلادي يراد أن تصبح ميدانا لصراع الآخرين. أمن مواطنينا مهدد لا من استمرار داعش وخلاياها النائمة، بل وأيضا من السلاح المنفلت خارج إطار الدولة. كل مظاهر الفساد ونهب المال العام وتبديد الثروات والمستوى غير المقبول لتصنيف العراق على صعيد التعليم والصحة والخدمات، فيما لم تعد البطالة ظاهرة يمكن احتوائها، بل تجاوز عدد العاطلين من بين الخريجين إلى مستويات لم يبلغها في أي ظرف سابق، وبات خطر الفقر يضم أمهات وعائلات الشهداء. وقال أيضا أن الثروة التي دخلت خزائن العراق على مدار السنوات 17 الماضية كانت تكفي لإعادة بناء البلاد وتأسيس صندوق المستقبل، لكن الفساد قد استنزفها وهرب بعضها علنا إلى يقصد الأموال، هرب بعضها علنا إلى خارج البلاد، ولم أجد وأنا أستلم المسؤولية إلا خزينة الشبه قاوية. هذا يعني هذا ما كتبه، لكن هذا لا يهم. هذا مرة أخرى نقول هذا توصيف لحال يعرفها أهل العراق. أهل العراق يريدون أن يعرفوا لماذا العراق يعني الذي يطفو على بحر من النفط ويخشى من عدم قدرة الحكومة على توفير كمثال بسيط رواتب المتقاعدين، وفي كل نهاية شهر منذ شهرين أو ثلاثة هناك حديث عن أنه هل هذا الشهر ستستطيع الحكومة توفير رواتب الموظفين؟ لماذا صار حزب الفساد هو الحزب الحاكم في العراق؟ لماذا صار التعليم خارج كل قوائم التصنيف العالمية؟ لماذا والعراق كان يعني مقصدا للدارسين في مدارسه وجامعاته من كل العالم، لماذا وصل إلى هذا الحال؟ لماذا لم نبني مستشفى واحدة، مدرسة واحدة، مستوصف واحد؟ لماذا مصانعنا مغلقة؟ من المسؤول عن ذلك؟ لماذا فككت هذه المصانع؟ لماذا الزراعة مهملة؟ لماذا وارداتنا تعتمد على النفط فقط؟ لماذا اقتصادنا ريعي؟ هذا الذي يريد أن يعرفه العراق. لماذا يعني حقوق الإنسان منتهكة؟ لماذا التفرقة الطائفية؟ لماذا هذه السياسات؟ لماذا التخريب؟ لماذا التهجير؟ لماذا الميليشيات هي المتحكمة في الساحة؟ هذا الذي يريد أن يعرفه. أما وصف هذا الحال فالشعب العراقي يدركه تماما، يدركه ويعرفه. فبالتالي هذا الخطاب لا يعد إلا محاولة لتخدير الشعب، محاولة للقفز على الحقائق، ومحاولة التضليل، ومحاولة لبيان أن الكاظمي يعرف الأمور ويعرف العلل، لكن أين علاجها؟ من المسؤول عنها؟ من سيقدم؟ لماذا قبل هو أن يكون مرشحاً للقوى المسؤولة عن كل هذا الخراب؟ القوى المسؤولة عن كل هذا الخراب هي التي رشحت وجاءت به إلى كرسي الرئاسة، وهو من يجاملها، وهو من سماها قرة عين العراق. فهل يحق لمن سمى كل هذه القوى التي خربت العراق ودمرته بقرة عين العراق؟ وحتى حكومة عادل عبد المهدي، وحتى هو يودع عادل عبد المهدي، شكره بعمق وأثنى على جهوده، وكل أهل العراق يعرفون ما هي الكارثة التي حلت بالعراق من عادل عبد المهدي وحيدر العبادي ونور المالكي وكل هؤلاء وصولا إلى مجلس الحكم. الحقيقة كل ذلك لم يعد مقبولا، والمقال لا يعد أو هذا الخطاب لا يعد إلا محاولة للتضليل وشراء الوقت. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، أترككم برعاية الله والسلام عليكم.